أنا الطالبة ماسة أحمد ترابي من مدرسة بنات سر الثانوية للبنات. شاركت في منتدى الحوار لفن المناظرة، حصلت على أفضل متحدثة على مستوى فلسطين. تم اختياري من أفضل 8 متحدثين عشان نسافر على تونس نمثل فلسطين هناك إن شاء الله الشهر القادم ونجيب الفوز لفلسطين. استفدت كتير كتير من هاي التجربة، يعني ساعدتني هاي التجربة أنا يعني شخصيا إنه تزيد ثقتي بنفسي، كيف أنا أتعامل مع الناس، كيف أعطي رأيي للناس بدون ما أجرح مشاعرهم أو أتعصب لرأيي. ساعدتني كمان إني أبحث أكثر وأكثر، إني أقرأ كتب، لأنه هاي الكتب أو هاي القراءة رح تساعدني كثير بالمستقبل. كمان إنه أنا أحدد شو رح أصير بالمستقبل، يعني أنا كنت محتارة إنه شو أصير، أنا دكتورة هم مهندسة ولا صحفية ولا شيء، يعني الحمد لله قررت في الأخير إني أصير وزيرة إن شاء الله يا رب. ورح نشارك على مستوى الوطن العربي الشهر القادم وإن شاء الله منجيب الفوز لفلسطين وبكون أفضل متحدثة على مستوى الوطن العربي. طبعا هذا هو هدفي. بنصح كل الطلاب إنهم يشاركوا بهاي الأنشطة، لأنه هاي الأنشطة هي اللي بتبين قدرات الطالب. أنا ما كنت أعرف قدراتي، ما كنت أعرف إني أنا أستطيع إني أجيب أفضل متحدثة. وفي الأخير من لا يشكر الناس لا يشكر الله، بشكر كل معلماتي اللي ساعدوني، كل حدا، ماما وبابا ومديرتي الفاضلة وكل شخص ساندني وساعدني. شكراً.